تبارك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن، صباحكم مبروك من قلب سوق الجمعية ديال القيصر إقليم سطات، تاريخ الإخوان 12/4/2024، تحياتي الإخوان وصباحكم مبروك وعيدكم مبارك سعيد الإخوان، إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية. تحياتي الإخوان، غبرنا عليكم شوية ولكن إخوانكم عرفتوا مع سيدنا رمضان، حنا دابا إن شاء الله رجعنا لكم سلسلة ديال الفيديوهات الإخوان ديال عيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله. خويا تبارك الله، شحال من راس هنا؟ 16 تبارك الله. كل سنة الحليب؟ كاملة سنة الحليب. كاملة سنة الحليب. الثمن خويا بشحال؟ 94. 94 باش ديتوها؟ باش ديتوها؟ باش مشريه. مشريه الإخوان هذه ب 4700 درهم، 94 94 كاين الثمن وكاع. الثمن. دابا هذه غديوها تعاودوا تعلفوا وتخليوها للعيد ولا غادي دابا غتمشي للعيد؟ غادي تمشي تعلف عاد غادي تمشي للعيادة. ولكن دابا بحال دابا هذه مثلا العام اللي فات بحال هاد الوقيته هذه، يعني ثالث ايام عيد الفطر، شحال كانت كدير العام اللي فات بحال هاد الوقيته؟ كدير 80. المهم الاخوان راه الناس شارينها ب 94000، يعني 4700 درهم الاخوان. الله يدير الخير ياك ولد عمي، الله يدير الخير، الله يدير الخير، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، اللهم يسر، اللهم يسر، شكرا. تبارك الله، الله يبارك الاخوان، حنا عند الخال دابا، تبارك الله. كيدير بخير؟ لاباس عليك، صحة لاباس، كيدير خويا بخير؟ لاباس عليك، الله يحفظك، الله يبارك. راشد الاخوان تبارك الله الخير هذا مليح هذا تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، مليح هذا مليح، الله يبارك، مليح ولد عمي تبارك الله. عاد اش ديري السنه ولد عمي؟ تني وسنه الحليب تبارك الله، بحال هذا اللي هذا فرش لي هذا في امي، اثنين اخوان تبارك الله، تبارك الله، سامعين 150 تبارك الله، الله الله يبارك. شحال هي محاولية سميت؟ 12 12 تحاولي تبارك الله. عطاوكم شي حاجه جمله ولد عمي؟ عطاونا 130. هي 130 مشرا مشرا اخوان، خلاصها 130 تبارك الله، الله يبارك، خلاصة الإخوان 130، يعني 6500 درهم خلاصة الإخوان. حاولي حاولي الإخوان تبارك الله، والثمن الإخوان نتوما حكموا كما كتعرفوا، حنا كنصوروا الإخوان السلعة على راسها. السلعة تبارك الله. دابا هذا اللي طلع في الميزان شحال يدير تبارك الله؟ فينا هو الشراء مع فايت القنطار، فايت القنطار، فايت ها؟ فايت القنطار تبارك الله، تبارك الله، 120 كيلو 130 تبارك الله، تبارك الله، والسن السن تبارك الله، سن جوهر، سن جوهر. بعد فيك المرقد ديالها داودي؟ المرقد ديالها من جهة خريبكة. من جهة خريبكة، تبارك الله، تبارك الله، اللي كان كاسبها الله يعطيه الصحة، الله يعطيه الصحة تبارك الله، تبارك الله، ما يقطع ليال، تبارك الله، الله يبارك، ما يكسبوها تبارك الله، أييه تبارك الله، الله يبارك. والو ما كاين لا حبوب لا والو ولد عمي، دقيت برلا تبارك الله، تبارك الله. واخا خلي الحباب المراي قول قول نمرة 0671 28 06 88، ياك في الاخر راه ديال الخال، النمرة راه ديال الخال، الاخوان راه كيبيعوا ويشريها هو، ما بغيناش نبرصطوه. وما قلت لي شحال 16 ياك 16 12 هما 12 حاولي الاخوان، اللهم بارك، ما نعاودوا كلام تبارك الله، الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة. لا لا الخال الخال تبارك الله عليه، كيجيب كي المليح 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 ما كاين حتى حاجة المليح، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله الاخوان حاولي، الله يبارك تبارك الله، ما شاء الله، الله يسر لكم ولد عمي، الله يسر لكم، والخال عواشر مبروكة تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله يحفظك. كيدير بخير؟ مبروك عواشرك، الله يحفظك، السلام عليكم، كيدير خويا بخير؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك، تبارك الله الإخوان، شوفوا لكم هذه مشجعدية، تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك. خويا سنا الحليب الخير، سنا الحليب والتنايه تبارك الله، ديال بجعد ياك بجعد بجعديه تبارك الله.
هذه الاخوان راه كاينين سنان الحليب وتناي تبارك الله وراه مرشومه هي كتبان لي مرشومه ديال مرشومه ديال لانو قال الاخوان مع شحال سمعتوا بهذا الخير خويا؟ جمله 110 جمله 110 ثلاثة 120 بحال 6000 درهم الواحد تبارك الله الله يبارك تبارك الله الاخوان السلعه ديال بجع تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله خويا الله يسر لكم كنشكروك بزاف خويا كنشكروك الله يسر الامور السلام عليكم السلام عليكم تبارك الله ما شحال خويا سمعوا في هذا الخير شحال خويا سمعتوا الخير 104 تبارك الله 104 الاخوان 5200 درهم اللي سامعين في هذا الخير هذا 5200 درهم 104 الله يسر لكم خويا الله يسر خليوا الفيديو مطوق الاخوان والسلام عليكم واسي محمد كيدير لاباس عليك كيدير مع الصحة كلشي مزيان عواشر مبروكة عيد مبارك سعيد الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله تبارك الله الله يبارك الله يبارك المليح هذا ودعم المليح اللهم بارك الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة قول لي دابا راه قرب الوقت خاصنا نجيبو المليح ياك تبارك الله الله يبارك تبارك الله ياك مطبوع تبارك الله هذا راه مطبوع النمره ثلاثة الاخوان تبارك الله شحال من حول يا ولد عمي؟ ثمانية كلهم سنان حليب؟ كاين اللي كاسر وكاين اللي باقي الاخوان كاين اللي كاسر وكاين اللي باقي هذا مطبوع النمره ثلاثة الاخوان تبارك الله الله يبارك ياه سامحنا الله يرحم لك الوالدين اصي احمد شحال سمعت اخويا 110 جمله 110 اللي سامعين جمله اللي سامعين جمله الاخوان 110 110 الاخوان اللي سامعين جمله تبارك الله فيهم هذا مرشوم تبارك الله هما 8 قلت لي 8 8 هما راه 8 الحبات الاخوان الله يبارك اييه وانت كيدير اخويا ولا باس عليك وكتبان لي من العيد العيد ها كتبان بحالك بحال رمضان تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة تبارك الله الله يبارك الله يبارك تبارك الله الاخوان 8 الحوالة صافي يقول لي خاص دابا قربت الوقت دابا خاص على المليح يكون قدامك ياك ها بحال هذوك الحواله ديال العام اللي فات اييه تبارك الله اييه الله يبارك فيك سي احمد تخلينا النمره لبعض الحباب الا بقاو عندك هنا تباعوا الله يسخر اييه اييه قول اخو احمد 06 60 85 42 47 تبارك الله تبارك الله على اخويا احمد الله يسر لكم عمر الله يسر لكم عواشر مبروكه عواشر مبروكه الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله الله يحفظك سير اصاحبي عملنا ترى مع الناس تعبنا في عينك سياسين كدير يا عمي بخير فلسطين بحوال فلسطين كيدير على الخير تبارك الله السوق الاخوان راه عامر اليوم الله يبارك تبارك الله شي واحد يلا سيره اييه تبارك الله الله يبارك مرحبا هذه البدريه وبدات هذه مشراعه وبدات تغلاط تبارك الله البدريه وبدات تغلاط هذه تبارك الله شحال من حولي هنا هي 12 راس 12 راس تبارك الله 12 راس ثمن ود عمي هنايا ثمن شرينا 77 وعطاونا 1000 للراس 78 اييه المشره ديالها الاخوان راه 3850 درهم وراه عاطينهم دابا 1000 ريال الراس تبارك الله الاخوان قول لي ود عمي كاين الثمن كاين الثمن ياك الله يحسن العوان الله يحسن العوان كاين شلات بحال دابا هذه العام اللي فات العام اللي فات تبارك الله بحال هذه الوقيته هذه في ثالث ايام عيد الفطر شحال كنت كدير
68 اللي كانت كدير اللي كانت كدير يعني دابا بحال زيد 10 بحال زيد 10000 بحال زيد 10000 زيد شي 10000 على العام اللي فات 10000 العام راه هو كل ما كاين اي 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 الله يحسن العون 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 واخا ود عمي اللي بغى يتواصل معكم على الخير مرحبا قولش قلنا النمره 06 68 66 16 15 هي 66 في الاخر تبارك الله عليك ود عمي بقات غايعيطوك واحد الحباب بقات عندك الله يبيع وشر مع الاخوان تباعد تقول لي مود ديرها تباعد في الصوم سير الله يسخر لكم الامور الله يسر الله يسر الامور لا 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 المعدل لا خلينا انا والله ما يدين حي تعال اخوان عطاهم 4000 درهم في 6 4000 درهم في 6 اللي عطاهم موباش يا والله يسر الجميع الله يسر الجميع هادشي اللي كاين او سير ريزو والخيمه الكبيره وعواشر مبروكه الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك دير ريزو تبارك الله عليك الله يحفظك اضرب الاف الله يوكلك حلال صافي الله يعطيك الصحه دويتي وكيدير عمي بو علام ولا بس عليك وكيدير مع الصحيحه وعواشر مبروكه الله يبارك فيك الله يطول لي عمرك الله يحفظك لي عمي بو علام الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله الله يبارك الاخوان تبارك الله موسنا الحليم عمي كاين 2 وسنين الحليب كاين 2 وسنين الحليب تبارك الله هما شحال 6 ولا 7 عمينا هما 6 تبارك الله الاخوان راه فيهم 2 وفيهم اسنان الحليب تبارك الله الثمن عمي شحال 86 86 اللي عاطيك في السوق اييه اللي عاطينهم في السوق الاخوان 4300 درهم 86000 الاخوان تبارك الله الله يبارك واخا عمي اللي بغات تخلي النمره لبعض الحباب يتواصلوا معاك ولا بغات تبيع في السوق نقولوا نبيعوا في السوق شحال بيع في السوق سير عمي الله يسر لك امين الله يسر لك امور تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله سي عبد الله بخير لاباس عليك كي داير مع الصحه وكلشي مزيان مبروك عواشركم ومبروك عيدكم خويا اي اجمع كنقولوا عيد مبارك سعيد كل عام وانتم بخير الصحه اي تبارك الله على عبد الله الله يعطيك الصحه امين 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 امين, آمين. تبارك الله هذا خويا السلعه اللي ورا شويه قليله مع اول مكان عام باش نصارع السلعه شويه ولكن قيسر راه تبارك الله خير موجود تبارك الله خير موجود الحمد لله خير موجود ها كاين هاد الجوج عندك هاد الجوج عبد الله اييه واخا هذا تبارك الله جدير في الصنعه الله يكسره هذا الاخوان الله يلاه كسر يلاه غادي يكسر الاخوان تبارك الله هذا الثمن عبد الله 116 اللي عاطينك ولا اللي كتقول كطلب كيطلب الاخوان عبد الله اخوان هذا 5800 درهم 5800 درهم 116 تبارك الله وهذا عبد الله توزير السن سنان الحليب تبارك الله 104 هذا الاخوان 5200 درهم وزع عبد الله شويه هذا راسو هذا اللي حاد الراس 5200 درهم الاخوان شحال يا مرحبا شحال راه تكون السلعه طيبه ان شاء الله غادا تكون السلعه مع السيمانه العواشر مع العيد هي ومع العواشر هي راه موجود الحمد لله اللهم لك الحمد انا السوق فاجئني اليوم تبارك الله بنادم بغى يشري الخير موجود الحمد لله ان شاء الله داك الشيء اللي بغينا داك الشيء اللي كنتمناو بغينا ان شاء الله ملي تقرب الوقت كل شيء يشري كل شيء يبقى بخاطره حتى واحد ما يتقلق خاطر الحمد لله ان شاء الله امين هذاك الشيء اللي كاين اخويا عبد الله هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله هذا هذاك الشيء اللي كاين واخا عبد الله هذاك الشيء اللي كاين اللي بغى يتواصل معاك على هاد الجوج خويا عبد الله قول 06 72 94 22 8 واخا عبد الله هادو اللي شافوا معجبوه بغى يخليهم العيد وبغى ياخذهم من عندك ويخليهم عندك في الدار كان شي حاجه من هنا لقدام باقي شويه اخويا دابا مازال شويه سير عبد الله الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله عليك تبارك الله عليك اللهم يسر تبارك الله هذا بغى يتصور نيت بغى يتصور ملي دار هذا بغى يتصور تبارك الله الله يبارك تبارك الله كيبان لي مرشوم هذا الخير هذا مرشوم النمره جوج تبارك الله واخا ممكن نشوفوا ديك النمره ديالو الله يرحم والديك النمره اي صافي النمره جوج يعطيك الصحه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله يكون السن ديالو هذا غيكون تني انه باين مرش ديز هذا العام هذا العام تني صافي تبارك الله الله يبارك تبارك الله انت شحال لا ود عمي سمعت 130 130 تبارك الله وشحال قلتي لي انت
قلت لي معزل وقربتو قربتو قول لهم قربتو تبارك الله الاخوان هذا الاخوان راه مرشوم من نمره جوج السن ديالو راه تني تبارك الله حاولي راه زين الاخوان غير اليوم شويه السوق عامر ما لقيناش كيفاش ناخذوا راحتنا معاه اييه تبارك الله واخا دقت برا لا ما كاينش فيها والو لا طرس لا صافي يعطيك الصحه واخا تبغي تخلي النمره بعد الحباب يتواصلوا معاك قول اود عمي 06 62 02 02 02 98 98 91 91 عفوا الاخوان 97 في الاخر البلاصه عين هنا في قيسر قلعه سراغنا هذاك الشيء اللي كنشوف اليوم جيتي ها خليتي جمعت العرارشه وقول لي قيسر هذاك الشيء اللي كاين سير على المكتبه سير الله مبروك عواشك خويا وعيد مبارك سعيد تبارك الله عليك تبارك الله يسر لك الله يسر تبارك الله الاخوان الله يبارك سولوا لكم الاخوان هذا فرادي بوحدو تبارك الله حولي العيد ان شاء الله بيت تني ولا سنال الحليب سنال الحليب تبارك الله الاخوان راه سنال الحليب اللهم بارك تبارك الله الثمن خويا شحال عطاكم الصوب 90 عاطينهم الاخوان 4500 درهم 90000 4500 درهم تبارك الله الله يبارك المرقد ديالو انا قيسر خويا انا من اي قريه قصبه الشافعي الاخوانيه تبارك الله الله يبارك خويا تبارك الله عليك كنشكروك عيد مبارك سعيد خويا اللهم يسر اللهم يسر الله يبارك كي داير ولد عمي كلشي مزيان امور هانيه الله يبارك فيك الله يحفظك الله يطول لي عمرك السوق تبارك الله اليوم كاينه السلعه والثمن كاين اخويا والثمن اخويا الثمن فاجئني انا كاين الثمن ديما المشاريع والثمن راه عادي لا وقيلا دابا انا في رمضان راك كيما شتي ما كنصورش في رمضان ولكن كنتفرج غير هو اليوم بانت لي زايده شويه على رمضان شويه ها زايده واحد النقزه شويه على رمضان شوية. والله يدير الخير بغينا ان شاء الله بغينا هذا العيد هذا كل شيء يعيد حنا راه حنا بروسنا راه كل شيء دراوش حنا راه بروسنا دراوش بغينا لا دار لا ديرار ماشي واحد لا فلوس واحد مسكين اي لا دار لا ديرار لا دار لا ديرار اي هو العلف كاين شويه غالي شويه ولكن نديرو كما قلتي لا دار لا ديرار يحلق شويه خلي خلص حتى هو حتى هو يتنفع راه ربي كان غيتنا بهذيك الشتوه تبارك الله الدنيا تبارك الله ربعات ها راه ربي حتى هو بحال عطى ميساج للكسابه قال لهم تعاونوا مع الدراوش اي دابا راه تبارك الله عندنا واحد الشهرين ولا شهرين غتسرح في الخلاق الحمد لله الدنيا زينه تبارك الله تبارك الله انا عجباتني الدنيا تبارك الله الربيع اللهم بارك الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير واخا هذا الخير شحال اجر في السن هذا خويا سداسي هذا الاخوان راه سداسي تبارك الله خلاص قام الجوي بجوج اخويا راه هي لاصقه هي سداسي من جهه بجوج الاخوان هي تبارك الله يبارك تبارك الله حولي اللهم بارك تبارك الله شحال سمعتي بهذا الخير 132 اللي عطاوك 132 عطاوا الاخوان 6000 درهم اي عطاوا الاخوان 6600 درهم اللي عاطينه 6600 درهم حولي تبارك الله اللهم بارك الاخ تبارك الله اييه تبارك الله هذا راه يمشي للكسيبه راه يعطي الاولاد اي حاجه الكسيبه اللي باغي العيد تبارك الله حتى هذا يولد راه يولد تبارك الله يولد تبارك الله راه اصيل يا الاخوان راه يولد في الثوب كل شيء ديالو هي القرن ديالو ما شاء الله اييه تبارك الله صافي كما سمعتوا الاخوان راه لا حبوب لا والو لا تبارك الله حولي الله يبارك هو اللي عندك كاين هو اللي كاين واخا خلي الاخوان النمره يبغوا يتواصلوا معك واحد الحباب 06 28 55 37 51 البلاصه اولاد السي بن داوود سير الله يسر لك عواشر مبروكه عيد مبارك سعيد تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله الاخوان وانا نخليو لكم فيديو مطلوق على الاخوان6000 والله الا بحال شدوا الباكول
ثمن ولد عمي ثمن كاين ثمن ثمن شويه اليوم ها ياك اليوم شويه تبارك الله والحولي كبير تبارك الله مربع الله يبارك مربع حولي غليظ الله يبارك تبارك الله شكرا خويا الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله علامي السلام عليكم علامي علامي ايوا ايوا زيد علامي كدير لاباس عليك مبروك عواشرك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله الله يبارك تبارك الله شحال اخويا هذه خرجت 92 باش تباع تبارك الله 92 الاخوان باش تباعت هذه 4600 درهم ديال الوالد ياك ديال الوالد الوالد عندك هي تبارك الله الله يبارك بقى عندكم منا شي حاجه في الدار ولا بعد صافي بعثوا صافي الله يسر الامور تبارك الله اخويا شكرا عواشر مبروكه عواشر مبروكه اخويا 4600 درهم الاخوان باش مشات 92 الف الله يدير الخير الاخوان الله يدير الخير شلات امان والله يدير الخير السياسين كيداير لاباس عليك كلشي مزيان القضيه سخنت شويه الحال سخونه الحال سخونه الحمد لله الحمد لله كل حاجه بوقتها خويا ياسين كل حاجه بوقتها تبارك الله هي خويا ياسين عندنا شحال من حولي تبارك الله 10 تبارك الله دقت برال لا والو خويا كاين واحد فردي مفوله واحد مفردي مفوله بحال عندها فوله وحده وكاين واحد فرطاس ياك الفرطاس راه باين الفرطاس تبارك الفرطاس كيكون هو جود من كيكون هو جود من الخرفان تبارك الله شحال خويا ياسين 92 واش عطاكم شي حاجه في السوق 87 المعطالي عاطينهم الاخوان 4350 درهم الاخ ياسير كيقول 92 ياك كيطلب الاخوان 4600 درهم اللي كيطلب فيها الاخ ياسين تبارك الله ما راه 10 الحوال الاخوان واحد عدو عير فوله وكاين واحد راه فرطاس خويا ياسين اللي بغى يتواصل معك على الخير قول 06 17 59 07 66 تبارك الله على خويا ياسين الله يسر لكم الامور عواشر مبروكه تبارك الله عليك تبارك الله عليك حكيم خويا عقب تباعت هذا الخير عقب تباع تباعت خويا تباعت اخويا احمد اي الله يسر الله يسر الامور سير الله يسر الجميع.